يقول: أنا شاب مقدم على الزواج وأحتاج للمال، وقد سمعت عن تيسير الأهل عن طريق التورق، وذلك بشراء وبيع بعض المعادن، فما حكم الأخذ من تيسير البنك الأهلي؟ التورق معناه أنك تذهب إلى التاجر أو إلى الشركة أو إلى البنك فتشتري منه سلعة موجودة تراها ثم تستلمها وتخرجها من مكان البايع وتبيعها في السوق أو في مكان آخر وتنتفع بثمنها، هذا معنى التورق. أما أن يقال في حديد بالبحرين أو حديد في أمريكا أو معادن في كذا، هذا كذب واحتيال وبيع غايب، هذا بيع غايب وغير مقبوض ولا يجوز هذا. نعم.